تقدم يعني. اصلا انا ما مستعد اغير كلمه مما اؤمن به لو كل ديناصور ضدي، مو يمي، ولا اطلب رضا احد، فلان رضا فلان زعل، اي واحد يفتهمي كان مو يمي. البلوك اسهل منه ماكو يعني، اسهل منه ماكو. ما مستعد اجادل في كلمه واحده، الحياه ما تستحق الجدال، تستحق انجازات، فاحنا بطريق الانجازات يعني. فنظل فرحانين. انا ما يهمني صدقت وكذبت واتبعني الناس، انا بدي حد يتبعني اصلا. انا يهمني ان افرغ ما عندي وان ابرئ ذمتي، حتى اذا لقيت ربي اقول يا ربي انت اعلم بما في نفسي، خلاص. وحجتي بيني وبين ربي، انتم كل منكم حجيج نفسه غدا بين ايه؟ يدي الله وبين يدي اهل البيت واصحاب رسول الله وبين يدي المصطفى الشفيع. من قال بي؟ قل لا يقول بي احد. شنو انا تابع شنو؟ للاخرين انا شنو؟ انت قل لي ما هو دليلك؟ ابن زم اصلا ان شاء الله اجيب لكم العباره. السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه من اشكل على المنطق الاورسطي ذكر هذا الاشكال في المجلد الرابع، سانقله للاعزاء. قال يعني معقول 2000 2500 سنة علماء المنطق والفلسفة ما فهموا إلا شنو؟ إلا أنت يجيبهم بلي صححت الفكر الإنساني 2000 سنة. هو يقول وعمره في الثلاثينات، مو همك، مو عمره ما في التسعينات. يقول بلي ما افتهم أنا شنو. طبعا أنا فهمت هذا المعنى، فهم هذا مو معناه أن أقول وأنا الواقع والحقيقة المطلقة ولا ينبغي لأحد أبدا أبدا. يقول هذا اجتهاد، توافقني أهلا ومرحبا، ما توافقنا ماذا. وهذا هو الذي أدى بالفكر في الغرب أن يتقدم، ولكنه إحنا فكرنا شنو صار؟ تكلس، توقف، تجمد، بل ذهب القهقرة. ليش؟ لأنه أنت قلت هذني شنو؟ ها؟ مسلمات، ضروريات، يعني الطوسي والمفيد والمرتضى والصدوق ما فهموا انت الا انت. بلي مو ما فهموا، مقتضى ظروفهم في عصرهم هذا مقدار فهمي. بيني وبين الله اذا بنراجعهم في عصرهم كانوا اعلام في عصرهم، ولكنه اذا تجيبهم في عصرنا يصيرون اعلام لو مو اعلام اعزائي، والله يصيرون مجموعه من العوام لابد يتعلمون حد. وهكذا أحسنتم، وهذا هو الذي بيناه مفصلا في نظرية الزمان والمكان. قلنا والشاهد على ذلك أن رسول الله يقول لو كان موسى في زماني ما وسعني إلا ماذا شنو أن يتبعني. يا رسول الله لماذا؟ هذا نبي من أنبياء أولي العزم له مقام. يقول نعم في زمانه هو شنو، هو كذلك. ولو كنت في زمانه لكنت ماذا تابعا له، ولكنه الآن هو ماذا في زماني، وزماني جاءت شريعة وعقيدة ومنظومة تسعها، يسعها فكر موسى أو لا يسعها، لا يسعها. وإلا لماذا نحتاج إلى النسخ إذا كان فكر ومنطق وشريعة موسى كافية لكل البشرية إلى قيام الساعة؟ بعد كنا نحتاج لشريعة بعدها أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. وهكذا إلى أن نصل إلى من؟ إلى الخاتم. تقول لي سيدنا أخو نفسه هذا الإشكال يرد على الخاتم، أقول إن شاء الله نحن في محلي أجبنا. لماذا أن شريعة الخاتم بعد شنو لا تحتاج إلى أن يأتي نبي آخر؟ لماذا؟ هذاك بحث آخر. وأعتقد واحدة من أسبابها أنه هذا فتح باب الاجتهاد في كل زمان، وأنه اجتهدوا أنتم وصلتم من الرشد والبلوغ العقلي والنضج أنكم ماذا تستطيعون، ولكن إحنا فتحنا باب الاجتهاد نظرا وأغلقناه ماذا. ولهذا الآن بمجرد أنا كلمتين أطروحتين مبنيين أقولها الدنيا تقوم ولا تقوم. لماذا؟ بيني وبين الله اجتهاد باب مفتوح في العقائد، في التوحيد، في المعاد، في النبوة، في المهدي، في الفقه، كله مفتوح. ناقش لماذا لغة العجزة، ولغة ما أقول شيء آخر، لغة العجزة وهو أنه فتاوى وتضليل وتخوين وخروج من المذهب إلى آخره، هذه مو لغة علمية. إذن